وافق مجلس الشورى خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس والتي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وافق على إحالة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي إلى لجنة الرد على الخطاب السامي لإجراء التعديلات في ضوء الملاحظات والتعديلات التي اقترحها أصحاب السعادة الأعضاء خلال الجلسة، ومن ثم إحالته لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى رعاه الله. بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته إعادة مشروع القانون للجنة لمزيد من الدراسة. ثم ناقش المجلس في تقرير اللجنة ذاتها مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، حيث انتهت اللجنة إلى التوصية برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما أكدت اللجنة تأييدها لمبدأ إنشاء السواحل العامة لتكون متاحة أمام جميع المواطنين والمقيمين، فيما قرر المجلس بعد استكمال مناقشته إعادة مشروع القانون للجنة لمزيد من الدراسة. اليوم المجلس الموقر قرر إعادة مشروعين بقوانين وهم في الأصل مقترحين من مجلس النواب. قانون الإيجارات تعديل على مادتين في قانون الإيجارات، بعد مداخلات الأعضاء الكرام قرر المجلس إعادته إلى اللجنة لمزيد من التشاور مع الجهات الرسمية. الموضوع الثاني اللي هو تخصيص، بعد مقترح من مجلس النواب تخصيص 50% من سواحل جزر صناعية المعدل الاستثمار السياحي والاستثماري والصناعي، تخصيص 50% من الجزر مالها إلى العامة. اللجنة قررت رفض المشروع لأن في طرد للمستثمرين خاصة في الجزر اللي تحتاج فيها خصوصية بالنسبة للسياحية أو السكنية، والثانية صعوبة تطبيقها في الجزر الصناعية. كما تعلمين بأن هذا القانون قانون الإيجارات وقانون حديث، وأن تعديل كان وارد على المادتين 4 والمادة 6، والقصد من التعديل هو عدم السماح إلى التأجير بالباطن، وفي نفس الوقت كذلك عدم وجود حالات للتأجير الجماعي أو سكن العمال في المناطق السكنية. ارتأى معظم أصحاب السعادة الأعضاء وأنا كذلك من ضمن هذا الرأي بأن التعديل لم يتضمن معالجة هاتين المشكلتين، وبالتالي صوت المجلس إلى إعادة هذا التقرير إلى اللجنة المعنية وهي لجنة المرافق.